يا سلمى. ازيك يا ماما؟ أول مرة يعني تسأليني سؤال زي ده وبالطريقة دي. حكايتك مع كريم الزناتي يا سلمى. ما تردي. يا ماما أنا أنتِ إيه؟ مفيش يا سلمى في الدنيا دي كلها إلا ابن طايل الزناتي. عايزة تخلي سمعة أبوكي حدوتة الناس تتسلى بيها؟ حدوتة إيه بس يا ماما؟ أنا ولا بعمل حواديت ولا عايشة في حواديت زيكم. كل اللي بعمله إني بعيش حياتي اللي اخترتها وما سبتش حد يختارها لي. وأنا اخترت كريم يا ماما. كده بقى اخترت بحر دم يا سلمى. الدم ده أنتوا اللي عملتوه. هتهربي منه إزاي؟ في حاجات كتير ما تغسلهاش بحور الدنيا كلها. سلمى انسيه يا بنتي. لو مش عشان خاطرك يبقى علشان خاطره هو. لو بتحبيه خافي عليه. انت عارفه ابوكي ممكن يعمل فيه وفيكي ايه؟ انسيه. وانا بكره افكرك. كل شهر والتاني هيبقى مجرد حلم قديم يا دوبك تفتكري بالعافيه. يعني انتوا مش قادرين تنسوا الدم اللي بينكم وعايزيني انا انسى؟ اشمعنى انا اقدر اغسل حسيسي في ثانيه؟ سلمى ياما حاجات كتير بنحسها ولازم ننساها في لحظه عشان نعيش يا بنتي. لازم تنسيه يا سلمى. لازم. مفيش. اتفضلي يا حورية ولا ايه؟ لا ازاي؟ ده بيتك ومطرحك ولو ان يعني مش قد المقام. ازاي؟ ده انتوا الاصل يا بنت الاصول. بس يعني ايه اللي فكرك بينا بعد السنين دي كلها؟ كريم يا حورية. ماله كريم؟ ابعديها عن سلمى. سلمى؟ سلمى مين؟ سلمى بنتي يا حورية. وهو ماله مالها؟ اسأليه. رجعي له عقله. لا أبوه ولا أبوها هيسكتوا على اللي بيحصل. لو بيخاف عليها وبيخاف على نفسه يبعد عنها ويبعد عن سكتها. قولوا له عايز يحصل إيه أكتر من اللي حصل وبيحصل. الأكل يا أم كريم. إحنا عندنا ضيوف ولا إيه؟ لا مؤاخذة ما خدش بالي. لا خد بالك يا كريم. عارف دي مين؟ دي طنط الزناد. مامة سلمى. سلمى القصاص. اهلا وسهلا. اهلا. ربنا يخليهولك يا حورية. انتي ما عندكيش غيره. ويخليلك يا زينات. انا اذنكم تصبحوا على خير. ماما انا اسكت. عايز تضيع الشقايا معاك هدر يا كريم. ما تقوليش كده يا ماما. ابعد عنها يا ابني. ما تضيعش نفسك وتحرق قلبي عليك. ده انا ضيعت شبابي وعمري كله عشانك. عشان طايل الزناتي ما يجركش للحرب بينه وبين القصاص. تقوم تحط رقبتك كنت القصاص. ليه يا ابني؟ انا لو انا اخبيك جوا قلبي. صدقني يا كريم ابعد عنها يا ابني. ابعد عنها. خلاص بقى ماما ما تعيطيش. اول مره اشوفك بتعيطي. انت عارفه دمعه واحده من عينيكي سوا عندي قد ايه؟ ابعد عنها. اوعدني. مش قادر تقولها. يا ماما انا بحبها. بس على قلبك يا ابني.
عشان خاطر نار جهنم هتتفتح علينا كلنا. حكم عقلك وانساها. ربنا خلقنا بننسى عشان نقدر نعيش. وانا ما اقدرش اعيش من غيرها. هتقدر يا حبيبي، هتقدر. مش كل حاجة في الدنيا بنختارها لو ما قدرتش تنساها بخطر هتنساها غصب عنك. خليها تبقى بايديك بدل ما تبقى بايدين القصاص.